وللوقوف على ما جاء في بيان هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هانية، ينضم إلينا من عمان مسؤول المكتب رئيس المكتب السياسي أو مسؤول القسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين معاذ البدري. أهلا ومرحبا بك أستاذ معاذ. حياكم الله، مرحبا بكم وبمشاهدي قناة الرافدين الكرام. حياك الله. أصدرتم في هيئة علماء المسلمين بيانا عن حادث اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هانية، وصفتم فيه اليوم بأن الأمة أصبحت على حدث جلل أو تعيش حدث جلل. ما الذي دفعكم لوصف الحادث بهذا الوصف رغم الاغتيالات المتكررة لقادة الحركة منذ أن نشأت؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أجدد تقديم التعازي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق لأنفسنا ولأمتنا ولأهلنا في فلسطين كافة، ولا سيما أهل غزة وفصائل المقاومة فيها باستشهاد القائد المجاهد إسماعيل هانية، تقبله الله تعالى وبلغه منازل الجنة في عليائها. واسمح لي أخي أن أنتهز هذه الفرصة أيضا لأعرض لأسرة الصحافة الحرة في كل مكان عن تضامن قسم الإعلام في الهيئة مع الصحفيين العاملين في غزة، وأقدم لهم في هذا المقام تعازينا ومواساتنا لهم في استشهاد الزميل إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي، اللذين إن شاء الله عز وجل أن يكون مكان استشهادهما مجاور منزل القائد إسماعيل هانية، تقبلهم الله جميعا. القول بأن جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس هي حدث جلل نزل بالأمة هو وصف حقيقي لواقع الحال، بناء على ما تمر به الأمة من أحداث وبناء على ما تشهده ساحة المواجهة مع العدو في ظل الظروف التي يمر بها قطاع غزة. فضلا عن ذلك يتجلى عظم المصاب بحقيقة من فقدنا في هذه الجريمة. الشيخ القائد إسماعيل هانية تقبله الله تعالى ليس شخصا عاديا، وليس مجرد رئيس مكتب حركة مقاومة بقدر ما يمثل واحدا من أقطاب الرحى في معادلة الصراع. لا. نحن نعرف جميعا أن القادة أنواع، منهم السياسي ومنهم الميداني. نعم. والقائد هانية يمتاز بأنه يجمع بين الوصفين السياسي والميداني، وقلما تجد قائدا ذا حنكة في الاتجاهين معا. أضف إلى ذلك كله الجانب الدبلوماسي الذي يمتاز به بوصفه واجهة غزة قبل أن يكون واجهة للمقاومة، سواء في المفاوضات أو في العلاقات أو في التعاطي مع الوسطاء وما في هذا السياق. كل هذه المزايا تجعل من فقدانه أمرا ليس بالهين، كونه من القادة ذوي الوزن الثقيل فهو من معيار فهو من يعني في هذا المعيار من طبقة الشيخ الشهيد أحمد ياسين والشيخ الدكتور عبد العزيز الرنتيسي والشهيد إسماعيل أبو شنب وغيرهم من قادة المقاومة الذين ما تزال بصماتهم في الميدان شاخفة، وما تزال آثارهم في تربية المجاهدين ورسم مسارات الحركة ظاهرة وبينة. وفق هذه المعطيات خسارة الأمة للقائد هانية ثقيلة وكبيرة، لكنها بالمحصلة ليست من مولدات اليأس والقنوط، فإن المقاومة كما تعلم ولادة، ومسار الجهاد على امتداده وتاريخه حافل بالقادة والمؤثرين وفرسان الميدان. هنا عزاؤنا أن الشيخ هانية ظفر بحسن الشهادة، نحسبه كذلك والله حسيبه، ومهد الطريق لحسن النصر أيضا بإذن الله تعالى، حتى وإن كان هذا النصر يرى بمنظور الماديات على أنه بعيد، لكنه في سنن الله عز وجل يأتي من حيث لا نحتسب. نعم. أستاذ معاذ، ماذا يعني برأيكم اغتيال أعلى قمة هرم في قيادة حركة حماس وبالتزامن مع المساعي القطرية أو الوساطة الأمريكية لعقد اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة والكيان الصهيوني الغاصب؟ نعم، جريمة الاغتيال هذه بكيفيتها وتوقيتها تصادق على حقيقة العدو وطبيعته، فهو يريد حرب إبادة وحشية تستأصل الحياة برمتها من قطاع غزة. حتى أسره الذين هم في قبضة المقاومة هو لا يأبه بهم طالما يجد سندا وظهيرا من المجتمع الدولي يمارس النواح نيابة عنه. إذا أردنا أن نحصد مقاصد العدو من هذه الجريمة بموجب ما هو متاح في المشهد، بغض النظر عن أن كيان الاحتلال لم يعلن حتى الآن رسميا تبنيه جريمة الاغتيال وهو معتاد على ذلك طبعا، لكنه في كل الأحوال هو المسؤول المباشر عنها. هنا نلحظ مقصدين رئيسيين من وراء الجريمة. الأول
طالما يسعى كيان الاحتلال إلى إدارة دفة المفاوضات وفق الهوى والمزاج الإسرائيلي، بمعنى أنه يرغب بإفشال المفاوضات بلونها وثوبها الحالي، ومن ثم العمل لاحقا على فرض رؤيته وما يرغب به من شروط ليجر المقاومة على النزول عندها. والمقصد الآخر الذي يمكن أن نلحظه من تداعيات الأحداث أن الاحتلال يسعى إلى تجيير هذه الجريمة ضمن مسار تحقيق أهدافه من العدوان على قطاع غزة. كلنا يدرك جيدا أن العدو لم يحقق، ورغم اقتراب العدوان من إتمام شهره العاشر، لم يحقق شيئا مما أعلن عنه من أهداف بعد معركة طوفان الأقصى. لم يحقق شيئا إلا الإغاثة في الإبادة الجماعية والعمل على إيصال الحالة الإنسانية إلى ما هو أدنى من درجات الحضيض. يحسب هو من وراء ذلك أن الحاضنة الشعبية في غزة ستكون عامل عون له في الضغط على المقاومة والعمل على إنهائها، لكن رهانه في هذه الجزئية باء بالفشل إلى درجة أنه بدأ يعاقب المدنيين بجور وطغيان لأنهم ناقضوا هواه وخالفوا توقعاته. فهو إذن يريد أن يتجاوز حدود ما رسمه من أهداف ومقاصد بأن يسعى إلى مناحي أخرى بالاغتيالات الخارجية. وكان هدفه هذه المرة القائد إسماعيل هنية. طيب برأيكم كيف ستنعكس عمليات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على واقع الأزمة في غزة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام؟ بلا شك يعني اغتيال القائد هنية وهو بهذا الوزن وبهذا المستوى له انعكاسات لافتة بلا شك. كنا سابقا نقول الواقع قبل طوفان الأقصى غير الواقع بعد طوفان الأقصى. الآن وعلى الوتيرة ذاتها نقول طوفان الأقصى قبل استشهاد القائد هنية ليس كما بعد استشهاده. بلا شك أن المقاومة هي وضعت في حسبانها أنها تصل إلى مرحلة من مراحل جهادها إلى هذه النقطة، أن حالة الاستشهاد حاصلة ومتوقعة في كل وقت وفي كل حين. المجاهدون أنفسهم يدركون جيدا أنهم ماضون في طريق قد يكون الموت هو مآلهم في مرحلة ما من مراحل قبل بلوغ الأهداف. فإذا بلا شك أن المقاومة هنا لديها خطة بديلة أو خطة فلنقول خطة استثنائية تتعامل معها بعد هذه الجريمة من هذا النوع. وبلا شك أن العدو نفسه سوف يبدأ يحسب حسابات أخرى غير التي كان ينظر فيها أو غير التي كان يسير في مساراتها، لأنه سوف يتوقع من المقاومة ردودا قوية أو سيتوقع ردة فعل قد يعني ربما يكون وقعها عليه موازيا لما حدث في 7 أكتوبر كما يقولون. إسماعيل هنية اغتيل على أرض إيرانية في العاصمة طهران، هل هنالك خرق وإدلال لإيران أم من الممكن أن تكون إيران متورطة في هذه العملية، وكيف سيكون الرد الإيراني على ذلك؟ طبعا إذا نظرنا إلى ما جرى بعد حادث الاغتيال بساعات نلحظ نوعا من التناقضات الكثيرة، سواء فيما يتعلق بالتصريحات الإيرانية أو ما يتعلق بالتصريحات العبرية أيضا على مستوى وسائل الإعلام. مرة إيران تقول إن الهجوم تم من خارج الأراضي الإيرانية، وهذا يعطي انطباعا باتجاه معين على أن الصاروخ الذي انطلق من بلد آخر كما تقول وسائل الإعلام الإيرانية والمقربة من النظام انطلق من بلد آخر وقطع كل هذه المسافة وأصاب هدفه بدقة. هذا يعطي انطباعا عن فشل أمني واستخباراتي في إيران يلبسها مسؤولية أخرى غير المسؤولية التي تلبسها أصلا في الجريمة بذاتها، وقد تمتد هذه المسؤولية إلى أنظمة أخرى. ممكن يكون النظام السياسي القائم في العراق أيضا متورطا بهذه الجزئية بناء على الرواية الإيرانية أن الصاروخ الذي استهدف مكان إقامة القائد هنية جاء من الخارج. بالمقابل وسائل الإعلام العبرية تقول إن بعضها طبعا وليست كلها تقول إن الصاروخ انطلق من مبنى قريب من المكان الذي كان يقطن فيه القائد إسماعيل هنية. وكما تعلم أن وسائل الإعلام الإيراني والمسؤولون الإيرانيون أنفسهم تحدثوا أن القائد كان يقطن في مجمع خاص لقدام المحاربين ويحظى بحماية وحراسة مشددة. المنطقة أقصد أنها تحظى بعناية وحماية مشددة، وهذا يعطي أيضا يعني تصورا آخر عن فشل النظام الإيراني في تأمين وحماية من يزوره أو ضيوفه الذين هم من وزن القائد إسماعيل هنية. كما قلت لك قبل قليل هو ليس شخصية عادية، هو المطلوب رقم واحد على مستوى العالم، ويأتي ضيفا إلى بلد معين واجب على أصحاب هذا البلد أن يكرموه بالضيافة والحماية. فإذا كان هناك تقصير إلى هذه الدرجة بحيث ينطلق الصاروخ من مكان قريب في منطقة من المفترض أنها منطقة معززة أمنيا، فهذه فضيحة كبرى تلاحق النظام الإيراني.
نعم، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق الأستاذ معاذ البدري، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك.